الجنة ونعيمها سعد بن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال سيدنا صلى الله عليه وسلم أربع سنين في الأم مستعينة رضيا وتم عناية من عن أمها شهدت السيدة في علتها التي ماتت فيها وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غلاما عند ربها فنظرت إلى وجهه ثم قالت بارك الله فيك من غلامي يا ابن الذي